واصل مع الدكتور أحمد مفيد. وملف مهم من ملفات السياسة الخارجية ذلك الدعم التاريخي للقضية الفلسطينية. دكتور أحمد مفيد، الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس وبيت مال القدس طبعا، وهناك الدعم المادي والدعم المعنوي المباشرين والغير مباشرين. هناك طبعا آلاف المقدسيين، المغرب يرعى مصالحهم ويجد الحلول لمشاكلهم، بمعنى أن هذا الملف وهذا الموضوع لا يمكن أن يزايد فيه أحد على المملكة المغربية، لا اليوم ولا غدا. صحيح صحيح ما تقولينه الأستاذة إيمان. القضية الفلسطينية بالنسبة لملك المغرب والشعب المغربي هي قضية وطنية، مثلما يدافع المغاربة بقيادة جلالة الملك عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وعن عدالة سيادتنا السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فإنه يدافع أيضا عن عدالة القضية الفلسطينية. فبالنسبة إلينا في المملكة المغربية كانت وما زالت وستبقى القضية الفلسطينية قضية وطنية، وما يؤكد ذلك هو أنه بمناسبة توقيع اتفاقيات التعاون بين المملكة المغربية وإسرائيل حرص على الاتصال مباشرة مع السيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، واتصل به مرات أخرى بعد ذلك كتأكيد من المملكة المغربية على التزامها بالدفاع عن القضية الفلسطينية كل تأكيد. فهذه العلاقة بين المغرب وإسرائيل تفتح أيضا أفقا جديدا للقضية الفلسطينية، واضح. في اتجاه إيجاد حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية. يداهمنا الوقت التي دكتور أحمد مفيد كان من المهم يعني كل ما تفضل. لو سمحت جملة لو سمحت، لأن فعلا الوقت يداهم جملة لو سمحت. في دقيقة، بمعنى آخر أن المغرب منكب على قضاياه الداخلية بكل جرأة بكل فعالية، وأيضا منكب على القضايا العادلة في العالم، على عكس ذلك جيراننا منكبين على خلق المشاكل للمغاربة. لذا آن الأوان لينكب الجيران على مشاكلهم الداخلية وإن لن يعودوا إلى رشدهم، أن المصلحة الفضلى لنا جميعا تقتضي التعاون والتآدم والتضامن والتآزر والوحدة. نعم. وليس الانفصال أو سأنهي خلق المشاكل. نعم. لدول الجوار. شكرا.